وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة. دكتور محمد، يعني كما أشار البيان السعودي فإن الرياض تؤكد رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، مؤكدة أن المملكة حكومة وشعبا ثابتة عزيزة كعادتها. يعني كيف تقرأ أيضا يعني موقف مملكة البحرين الأصيل من خلال اتصال حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في واقع الأمر من الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز أن تكون مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حفظه الله أول دولة تصدر بيانا يساند المملكة العربية السعودية ضد هذه الحملة الإعلامية المسعورة المليئة بالأكاذيب في الواقع. نعم. وبالتالي فإن جلالة الملك حفظه الله يسجل كعادته موقفا واضحا مساندا لأشقائه في المملكة العربية السعودية، عرفانا وتقديرا لدور المملكة العربية السعودية في خدمة الوطن العربي وقضايا العرب والمسلمين، وتقديرا أيضا للموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية في مختلف القضايا التي تخص مملكة البحرين. نعم. أيضا من المهم أن نشير هنا إلى موقف سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد، الذي هاتف شخصي سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية وقدم دعمه ومساندته للمملكة العربية السعودية، وأكد حضوره الشخصي للمنتدى الاقتصادي الذي سوف ينعقد في المملكة العربية السعودية أواخر هذا الشهر. إذن مواقف واضحة من مملكة البحرين ومواقف تعبر عن اعتزاز ومحبة وأيضا تقدير مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية ودورها الرائد. إن كنت تسمح لي طبعا أن أعلق فقط أيضا على البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية. نعم. فيما يتعلق بهذه الإعلامية، من المهم أن نشير هنا إلى أن البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية جاء بمثابة البيان الرادع الذي يؤكد ويوضح لجميع من تسول لهم أنفسهم أن يستغلوا هذه الحملة ليحققوا مكاسب سياسية أو اقتصادية أو يحاولوا الضغط على المملكة العربية السعودية بأنها لن تقف متفرجا وأنها سوف ترد على أي إجراء يتخذ بإجراء أكبر منه. وبالتالي نلاحظ اليوم ردود الأفعال الكبيرة التي تجلت بعد هذا البيان. تراجعت الكثير من الدول وبالذات في أوروبا عن موقفها المتشددة التي كانت عليها يوم أمس والذي قبله. نعم. هناك الآن طالب بتحقيق مستقل حيادي بعد أن كانت الاتهامات ترمى جزافا على المملكة العربية السعودية، ونحن نعلم التنظيمات الدينية الحزبية المتطرفة التي تقف خلف هذه الحملة التي كانت تحاول النيل من المملكة العربية السعودية ولكنها فشلت. والآن وزير الخارجية الأمريكي في طريقه إلى المملكة العربية السعودية لتدارك في الواقع بعض المواقف التي صدرت بشكل متسرع، وهذا في الواقع إن كان يحسب لشيء فإنما يحسب للطريقة التي تعاملت بها المملكة العربية السعودية بكل حزم وإصرار مع هذه الحملة. نعم. الإعلامية المغرضة. نعم. الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد مبارك جمعة، شكرا جزيلا لك.